اهلا بكم من جديد. هنروح دلوقتي لفقره الكاريكاتير. اول كاريكاتير النهارده من الاخبار بريشه عمرو فهمي، وهو تحت عنوان الموقف الامريكي المتعنت تجاه الازمه السوريه. وده كاريكاتير من اليوم السابع بريشه محمد عبد اللطيف. عقاب السعوديه كاريكاتير تحت عنوان سبب الازمات في المنطقه، وهو بريشه سالم الهلالي. الرياض السعودية ده كاريكاتير بريشة عبد العزيز ربيع عن إطلاق الملك سلمان اسم القدس على القمة العربية. من البيان الإماراتية ده كاريكاتير عن مؤشرات قمة ظهران.